السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم مقطع جديد. يا هلا والله فيكم قناتنا من جديد، فيديو جديد وتحدي جديد مع ريان. شوفوا من تشوفون هذه الجلسة أنا مع ريان، يعني في تحدي. التحدي فكرته كبير وصغير. طبعا هذا حين راح نسكرها الأوراق ونخلطها ونشوف شنو راح يطلع لنا أنا مع ريان، من يطلع للكبير ومن يطلع للصغير. وراح تشوفون أشياء جميلة ولذيذة. وراح نبدأ يلا التحدي في الجولة الأولى. هذا الأوراق. يلا يا ريان. أنا يلا يا ريان نخلط 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 نخلط. يلا خذ لك واحدة. ما بخلص بس واحدة. يلا يلا سريع. يلا يلا. توقع كبير. توقع كبير. 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 أنا طلع لي الصغير. بس شنو الكبير للصغير؟ الحين راح نرويهم. هذا الكبير والصغير قدامكم، هذا لريان وهذا لي. يلا ريان نبدا. هذا ليز من جوال. هذا ليز دوريتوس. هذا من الشيبسات المفضلة عندي. لذيذ لذيذ. المفروض خاصة كل من اللي يخلص أول. آه. وايد. أنت مستانس على كبير، المفروض من اللي يخلص أول صح؟ أنا فوزي. أفوز؟ أهم شيء تروق أنت فيه. الجولة اللي بعدها. يلا أخلط 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 أخلط. أبغى الصغير. يلا بسرعة اختار كبير ولا صغير. يا رب كبير. الحمد لله طلع لي صغير وريان الكبير. وهذا الجولة راح يكون طماطم كبير طماطم صغير. ريان راح ياخذ الكبير وأنا الصغير. دقيقة. شوف فرق الحجم. أنتين خلاص حطينا بوز خلاص خلاص لكم كله. لذيذ يا ريان. هذه يلا تخلصها كلها. لذيذ ريان طماطم. طبعا الطماطم من الاكلات المفضلة عند ريان، ياكلها كانها تفاحة فعادي عنده. الحمد لله ما طلع لي الكبير، انا طلع لي الصغير. الجولة هذه راح تكون على الذرة. الكبير او الصغير الكبير او الصغير الكبير او الصغير. خلص كل مرة انت تختار. الحين دوري. اوه طلع لي الصغير. كبير كبير. انا هذا كيف الطعم ريان؟ حلو لذيذ. الآن الجولة اللي بعدها. أخلط 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 أخلط. يلا يلا سريع 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 سريع. يا رب صغير يا رب صغير. ليش كل يطلع لي الصغير أنا وريان الكبير؟ طبعا هذه الجولة راح يكون لتويكس. شوف الفرق الحجم، ماخذة أصغر حجم أنا وأنا الصغير. تعال خلنا نصور لهم من داخل. انتظر انتظر. هذه حبة التويكس صغيرة فرق الحجم. المفروض أن يطلع لي الكبير. ريان مستمتع مستمتع. يلا الجولة اللي بعدها. اخلط 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 اخلط. راح اخذ هذه. صغير. واخيرا طلع لي شيء كبير. اخيرا. انا ابغى صغير عادي. هذه الجولة شنو راح يكون؟ البرينجز صغير ضد الكبير. طلع لي شنو ريان كبير ولا صغير؟
طلع لي الكبير. انا الكبير راح افتحه. جميل. هذا لونه المشاوي. احب نجرب. بسم الله. احبه. حلو. لذيذ. لازم تخلصينه كامل. تبينه خلصه؟ ودك اخلصه؟ لا. ليش؟ عشان ودك انت تاكل بعد الفلوس صح؟ الجولة ما قبل الأخيرة. يلا اخلط 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 اخلط. انا اول. يلا اختار. انا مالي شغل شنو يطلع لك. يلا تقدر تختار اول. يلا انت تقش يا ريان. صغير طلع لي. صغير صغير صغير. شنو راح يكون؟ راح يكون مخلل. ريان اوه قصدي انا راح اكل الصغير الواحد وريان راح ياكل هذول. خليهم يشوفونك وانت تاكل. حلو. با. با. انا هذا النوع من المخلل ما احبه. هذا عقاب. عاجبنك حلو. الجولة الاخيرة يا ريان. لا تطالع. القشاش. انا راح اختار اختار هذه. شكرا شكرا. كبير طلع. طبعا هذا الجولة الأخيرة خليتها إن هي تكون مشروب هذا الكبير. أهلاً أهلاً. وهذا الصغير ريان الصغير راح ناخذ للكبير. طبعا ما راح نشربه كله. ما راح نلعب في الجامعة. إحنا راح نصبر لك الكاس. أنا ما راح نقدر نشربه كامل صح ولا لا؟ هذا هو صب العصير. بعد حوسه الاكل كل اللي اكلناه لازم يحتاج ريان مشروب يبرد على قلبه بعد المخلل اللي اكله. بارد بارد. تبيع حار يعني العصير. وبس هذه كانت فكرة التحدي. بسيطة ولطيفة عليكم. ولو عجبكم هذا التحدي وحابين نسوي أي تحدي ثاني اكتبوا لنا في التعليقات التحديات اللي ودكم نسويها وراح نطبقها في الفلوقات الجاية. وإن نوصل لأكبر عدد من المشتركين عندنا في القناة. وحابين إنكم تدعمونا في القناة وتنشرون هالمقطع في كل مكان عشان نوصل لأكبر عدد ممكن. ويعني أي لايك أي تعليق أي اشتراك راح يدعمنا. وما تقصرون كلكم طبعا. ويعطيكم العافية. ويلا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم في الفلوقات الجاية.